إن شاء الله راح نذكر لكم بعض الأسباب في الدرس السابع، أسباب الإمساك، وهي خمول في حركة القولون مما يؤدي إلى بطء في حركة الفضلات وزيادة في امتصاص السوائل من الفضلات. قلة الحركة والخمول تسبب الإمساك، وحالات أيضا القلق والتوتر النفسي السبب طبعا. في أسباب غير مرضية وفي أسباب مرضية في هذا الموضوع، وأيضا أسباب أخرى الأشهر والأخيرة هي الحمل عند النساء ممكن يسبب إمساك، وأيضا الألم أو كثرة الإسهال يسبب الإمساك، وأيضا عند ارتفاع درجة الحرارة مثل الحمى أو السخونة أو الحمى القرمزية ممكن تسبب إمساك في المعدة أو لمعة الدقيقة. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحنيبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.